مساء سعيدا لكل احبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، احييكم احلى تحيه ناخذكم للتعرف على اخر متابعاتنا ومستجداتنا الرياضيه اللي نحرص ان نضعها امامكم اولا باول، نناقشها ونجد لها الحلول. بامكان جميع مشاهدينا متابعه الحلقه الان عبر صفحه التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحه الخاصه بتلفزيون الشرقيه. اذا نبدا جولتنا من اهم العناوين. اتحاد الكرة العراقي يقرر في اجتماع الأحد تسمية الدكتور صباح قاسم رئيسا للجنة الحكام، ومالح مهدي رئيسا للجنة الفنية، وعضوي الاتحاد فالح موسى للمنتخبات، وغالب الزاملي للجنة الصالات. النجم الدولي السابق حسن كمال يوضح للشوط الثالث أسباب استقالته عن رابطة اللاعبين الدوليين التي فشلت في تحقيق مطالب نجوم العراق وتنصل رئيسها يونس محمود في تنفيذ برنامج الرابطة الإصلاحي. وفي أول ظهور إعلامي بعد تسميته رئيسا للجنة الحكام الدكتور صباح قاسم في ضيافة الشوط الثالث اليوم للحديث عن واقع الصفارة العراقية وتداعيات الاعتداءات على الحكام في دورينا الممتاز. أهلا بكم أحبتي المشاهدين. قبل قليل انتهت مباراة منتخب شباب العراق وكوريا الشمالية بخسارة منتخبنا الشبابي بهدف دون رد. هذه الخسارة اللي جعلت خروجنا من منافسات البطولة قريب جدا، لا سيما بعد أن فرطنا بفوز في المباراة الأولى أمام منتخب تايلاند وكنا متقدمين 3-1، لكن التراجع الغير مبرر لفريقنا جعل منتخبنا يتعادل بالثلاثة. اليوم منتخب الشباب العراقي في الشوط الأول لم يقدم المستوى المطلوب منه، على عكس دقائق الشوط الثاني اللي رمى بكل ثقلة في ملعب الفريق الكوري الشمالي. لكن الحقيقة كم من الأهداف المحققة والفرص الضائعة جعلت المباراة تنتهي لمنتخب كوريا الشمالية اللي الحقيقة الآن تنفس بعد أن تعرض إلى خسارة في المباراة الأولى أمام اليابان 5-2، وبالتالي فريقنا العراقي الآن استقر بذيل القائمة بانتظار مباراتنا يوم الخميس المقبل أمام منتخب اليابان. هذه المباراة الحقيقة نعول عليها كثير لكنها صعبة، صعبة جدا للغاية، لا سيما أن منتخب شباب اليابان غلب على الفريق الكوري الشمالي بخمسة أهداف مقابل هدفين. وسيلاقي اليابانيين اليوم منتخب تايلاند في مباراة يطمح الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية. الحقيقة كنا نتمنى أن نمني النفس بفوز على الكوري الشمالي، لكن هذه كرة القدم. عموما نحن كسبنا جيلا شبابيا جديدا بعيدا عن التزوير، وهذه كرة القدم. إذا بنينا جيلا بأعمار حقيقية وبتخطيط سليم سنجني ثمارها أكيد في الاستحقاقات المقبلة. قدمنا مباراة في الشوط الثاني كبيرة جدا، لكن كرة القدم تحتاج إلى ترجمة الأهداف أو ترجمة الفرص إلى أهداف، لأن المباراة لا تقاس بالفرص الضائعة بقدر ما نقيسه بالأهداف التي تسجل بغض النظر عن المستوى. لكن مستوى فريقنا يبشر بالخير، أمنياتنا القلبية لفريقنا في مباراة أمام اليابان بتحقيق فوز على الأقل حتى يرتفع رصيدنا إلى 4 نقاط. يوم أمس سادتي المشاهدين وفي ساعة متأخرة من الليل انتهى الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة العراقي في بغداد، ومن خلاله اتخذ اتحاد الكرة جملة من القرارات ربما أبرزها تسمية السيد مالح مهدي رئيسا للجنة الفنية، وتسمية الدكتور صباح قاسم رئيسا لدائرة الحكام المركزية. والاجتماع شكل أيضا التأكيد على استمرار عضو الاتحاد فالح موسى كرئيس للجنة المنتخبات، وغالب الزاملي رئيسا للجنة الصالات. والاجتماع تمخض أيضا تشكيل لجنة لوضع مناقصة خاصة للتجهيزات الرياضية لمنتخباتنا الوطنية، وأن استمرار القرار الخاص بالسماح للإعلام للتواجد
بمقر الاتحاد يومي الأحد والثلاثاء فقط من كل أسبوع، فضلا عن عقد اجتماع شهري مفتوح مع رجال الإعلام والصحافة. وإن الاتحاد سيشهد اجتماعا آخر لاستكمال بعض الأمور المتعلقة، منها الانتهاء من تسمية رئيس لجنة الانضباط ومناقشة الأحداث المؤسفة في ملعب النجف الدولي بناء على التقارير الواردة من الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة. أكيد هذه القرارات ربما إحنا خرجنا ببعض الأمور اللي راح نضعها أمامكم فيما يخص تداعيات أحداث شغب مباراة النجف والنفط، لكن نبارك للدكتور صباح قاسم ونبارك للذين جددت الثقة بهم أن يبقوا ويظلوا على رأس اللجان مثل فالح موسى وأيضا مالح مهدي اللي هو رئيس اللجنة الفنية في الدورة السابقة لاتحاد الكرة، أما غالب الزاملي فهو رئيس لكرة الصالات لجنة الصالات، وغالب الزاملي طبعا هو جديد في الدورة الانتخابية الجديدة. نتمنى الموفقية للجميع في تقديم ما يلبي طموحاتنا. إلى تداعيات شغب مباراة النجف والنفط اللي عرضناها بكل مرارة، الاعتداء الآثم على حكمنا الدولي المساعد الدكتور واثق مدلل، وإلى ما رافق هذه المباراة من هرج ومرج واعتداءات. ربما سنعرض هذه اللقطات اللي كشف مصدر رياضي مهم للشوط الثالث أن اتحاد الكرة اعتبر نادي النجف خاسرا في مباراة أمام نادي النفط 3-0. المصدر المقرب للشوط الثالث أكد أن اتحاد الكرة أصدر عدة قرارات بحق نادي النجف بسبب أحداث الشغب بمباراة النفط، إضافة إلى حرمان مدرب الحراس إبراهيم سالم وهو مدرب حراس نادي النجف، فضلا عن خوض نادي النجف 3 مباريات خارج أرضه. وأوضح أيضا أنه تم معاقبة مشرف فريق كرة النفط مشتاق كاظم مباراة واحدة. هذه اللقطات اللي نشاهدها الحقيقة، يعني أردت نسمع الصوت زميلي المخرج، الحقيقة هذه لقطات بعيدة عن الخلق والذوق الرياضي بغض النظر عن من يقوم بهذه الأحداث. هذا الضرب في مقصورة مباراة ضمن دوري ممتاز في ملعب يعد دوليا، وبالتالي وين دور حماية أمن الملاعب؟ وين دور اتحاد الكرة اللجان المشرفة اللي يجب أن تحافظ على من يمثل الناديين الفريقين من الحضور، لأن قاعدين في مقصورة كبار الضيوف؟ هذه اللقطات اللي نشاهدها وكأنه إحنا في مع اعتزازي حتى بالفرق الشعبية، ما تصير هاي الأمور. السيد كاظم سلطان اللي هو عميد الإداريين والشخصية الرياضية عضو الاتحاد السابق، نشاهد أكو اعتداء عليه، أكو صرخات من الجمهور. هذه اللقطات اللي شفناها واللي راح نتحدث عنها في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم لا يمكن أن تمر مرور الكرام. مع اعتزازي بما صدر من قبل ممثلي عن نادي النجف وعن نادي النفط تداعيات كثيرة، لكن الخاسر الأكبر هو مكانة العراق الكروية، الجمهور الرياضي، الكرة العراقية، دورينا وين رايح دورينا؟ ما صاير حكم يحكم مباراة بحجم ناديي النجف والنفط وينضرب بطابوقه وينشق راسه، ما صايره هاي ولا دايره، يعني ضربه الراس تقتل. وبالتالي هذا الحكم لا قدر الله، الله يعطيه الصحه والعافيه، لو الجرح زايد ومتوفي وين توجهنا؟ شو نقول للعالم؟ هذه القضيه الحقيقه يا جماعه مو هيك، يا جماعه مو هيك الحريه ولا هيك الديمقراطيه. من ساعه السوداء على الديمقراطيه القشره اللي طبت لنا، اللي خلتنا ناس تقتل ناس بالملاعب وناس تفشخ ناس وناس تتعارك ويا ناس. يا جماعه ترى احنا العراق، احنا مجتمع متحضر، احنا بلد ان كياننا وان مكانتنا، الروح في كل مكان يحترمونه، العالم كله ينظر نظرة غير للعراق، لكن اللي صار هذا ترى بعيد كل البعد عن مكانة العراق وعن ما يصير. انا اطالب حقيقة، اطالب لاني اتكلم بحرقة،
دفاعا عن مكانة العراق الرياضية، أن تتخذ وزارة الداخلية أقصى العقوبات بكل من ارتكب الفوضى والاعتداءات في هذه المباراة، مباراة نادي النفط. هسا أنا ما أريد أقول من المتسبب، لكن هاي أحداث فوضى، هذا مو دوري أنا، لأن أنا هسا ما أقدر أقول النجف متسبب ولا أقدر النفط، لكن بالعرف العام اللي نحكي إنه النفط ضيوف على نادي النجف، ونادي النجف بجمهوره بناسه بمكانته معروفين بحسن الاستقبال لضيوفه، بالكرم بالخلق العالي. لكن هذا اللي نشوفه يا جماعة، هذا منين؟ يعني هذا الاعتداء نزل لنا من المريخ، ثم هذول جماعة القوط وواقفين بالملعب. ترى الدوري الإسباني اللي نشوفه والعراق كله يتابع، لأن هسه الدوري الإسباني والدوريات الأوروبية قدوة للعراق. بالله عليكم شفتوا واحد لابس قاط واقف على الترتان لو ياخذ صور سيلفي؟ شفتوا ناس ما لها علاقة موجودين على أرضية الملعب؟ ما صاير إلا بالعراق قوط وما تدري ذولا منين، ولاعبين يسوون إحماء فريقه يقول ينزل للساحة يحتفل. يا جماعة ماكو شيء، ترى ماكو شيء، وطالب بإنزال أقصى العقوبات. والله ما أريد أحكيها، لأنه من أمن العقاب ساء الأدب. هذه اللوحة اللي شفناها سيئة جدا، لا تموت لدورينا ولا لجماهيرنا، رغم أنه رابطة جمهور النجف العزيزة اللي أنا أحترمها كبقية روابط الأندية نفت أنه هذا الاعتداء صار من قبل جمهورها. لعد منين؟ منين؟ بعدين يا جماعة ترى ما تسوى، وإذا خسر النجف وإذا خسر النفط وإذا خسر، إحنا ترى دورينا مجرد نخرج بمنتخب يمثلنا، حكينا بما فيه الكفاية، وننتظر الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم. على ضوء هذا الموضوع أيضا، الحكم الدولي السابق عضو دائرة الحكام الكابتن حازم حسين تحدث لزميلنا محمد الخفاجي عن تداعيات هذا الموضوع، نتابع. الدقيقة الأخيرة هي أثناء المباراة، توقفت المباراة خلال الشوط الثاني، توقفت لمدة 10 دقائق حتى عمليات اعتداء حسب ما جاء بالتقرير الحكم والمشرف، توقفت لمدة 9 دقائق لمحاولات نزول الجمهور وهكذا، توقف الحكم المباراة وهذا من صلاحيته، احتجاجا على قرار يعتقدون بأنه الكرة اجتازت الخط الجانبي، لكن القرار الصح هو قرار الحكم المساعد القربي دكتور واثق من مدلة من حكام نخبة آسيا، حكم أن يعني عندنا ثقة كبيرة به بأنه من الحكام المميزين. لما اجتازت حسب اعتقادهم اجتازت الكرة، راحت خط نقلتين 3-4 صار هدف، هو برأيه بأنه ما مجتازة، وهي تدري الكرة تعتبر داخل الملعب حتى لو 1% منها على الخط، لو أكثر شيء خارج و1% على الخط هي إذن ضمن الملعب، هي الخطوط ضمن الملعب، خطوط الملعب من ضمن المناطق المحددة إلها. فلذلك بعدها إجى هدف ثاني للنفط، فهنا ثارت ثائرة الجمهور، ثائرة الجمهور، فلذلك حدث اللي بعدين صار الاعتداء على دكتور واثق في الدقائق الأخيرة من المباراة وأثناء إضافة الوقت البدل الضائع، فالحكم على أثر هذا الاعتداء وشق صار شج في رأس دكتور واثق وخمس غرزات صار بها، فلذلك الحكم أوقف المباراة أو علق المباراة لحين اتخاذ القرار المناسب بها. علقها هي المباراة لم تنتهي في وقتها القانوني، هذه نقطة مهمة، حتى لو تبقى دقيقة واحدة، المهم المباراة لم تنتهي في الوقت القانوني، هذا الذي حدث. بالنسبة لنتيجة المباراة، يعني نتيجة غير نتيجة المباراة يحددها الاتحاد، لوائح الاتحاد وأنظمته هي اللي تحدد نتيجة المباراة حسب قوانين وأيضا لوائح الاتحاد الدولي اللي وضعها لمثل هكذا حالات. راح يراجعون لوائح من الاتحاد، لجنة المسابقات الانضباط، وعلى ضوءها يتقرر نتيجة المباراة. نأسف للي صار، وهذا الموضوع اللي تكلم به الكابتن الكبير حازم حسين، الحقيقة مباراة علقت، لكن قرار الاتحاد صائب جدا اعتبار النجف خاسر، لأنه من يتحمل المسؤولية ما ضبط جماهيره ولا ضبط حتى المحسوبين عليه، وبالتالي أتمنى أن ما نوصل إلى قرار نخلي المباريات بدون جمهور، وترى إذا ظلت الوضعية هيك راح نصير مثل مصر. مشاهدينا الأحبة، أيضا اختتمت في مدينة سوسة التونسية
منافسات البطولة الدولية بالجودو بمشاركة خيرة المنتخبات والفرق العالمية والعربية، ومن بينها ممثل العراق فريق الجيش. فريق الجيش العراقي بمدربه الشاب حسام علي استطاعوا أن يحققوا أفضل الإنجازات، لا سيما الوسام الذهبي اللي حقق بطلنا الكبير محمد صبيح، ونال 3 ميداليات نادي الجيش ممثلا للعراق، كانت من نصيب أحمد شاسب وسوران فتح الله وهادي علي. هادي علي الحقيقة اللي راح أتحدث عنه بعد قليل، الحقيقة هذه البطولة حصل فيها مدرب نادي الجيش الشاب حسام علي على كأس أفضل مدرب شاب في البطولة، ولقب أفضل مدرب أيضا بعد قيادته بنجاح لفريق الجيش لمنصات التتويج. البطولة استمرت يومين بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي للجودو وعدد كبير من رؤساء الاتحادات العالمية والعربية المشاركة في البطولة، بينما تخلف رئيس الوفد العراقي اللواء محمد عبود بسبب عدم إصدار سمة الدخول إليه. الحقيقة نبارك لنادي الجيش، نبارك للاعبين بالجودو، وهذه اللقطات اللي وصلتنا من اللاعب الدولي هادي علي، الحقيقة اللي أتمنى له الموفقية والنجاح. هذا اللاعب اللي تحدثنا عنه في بطولة آسيا اللي شارك ببدلة ممزقة وبالتالي حرم من التواجد في منافسات البطولة الآسيوية، اليوم يذهب هذا اللاعب البطل للمشاركة في منافسة عالمية هي أقوى من دورة الألعاب الآسيوية، ويحقق وساما برونزيا انتزع من خيرة لاعبي العالم بالجودو. إن شاء الله راح يكون ضيفنا قريبا اللاعب هادي وكل لاعبينا عن هذا الإنجاز، اللي أتمنى الموفقية والنجاح إلى اتحاد الجودو اللي الآن يعاني من شرخ كبير ومن مشاكل جمة، ربما الصراع على كرسي الرئاسة، والأخ سمير الموسوي المتعنت إلى الآن والذي ما زال يصر على إحداث الشرخ الكبير مع عدد من أعضاء الاتحاد واللي يدفع ثمن العراق، مو مهم العراق ولا مهم الجودو، المهم سمير الموسوي يبقى على كرسي الاتحاد وطز بكل شيء. هي هاي الرسالة اللي نريد نوصلها، لأنه إذا قعدنا وقيمنا، وإحنا راح نحكي قريبا على الاتحادات اللي قدمت، لأنه لازم يصير نكران ذات، يعني إذا إنسان ما استطاع أن يقدم شيء للعراق خليه يتنحى ينطي الكرسي لغيره، هي مو ورث ولا الولد الولد ولا ما ننطيها، مو لو أنا غلطان. مشاهدين الأحبة، أيضا استقالة اللاعب الدولي السابق حسن كمال من رابطة اللاعبين الدوليين اللي الحقيقة تشكلت برئاسة يونس محمود نجم العراق الأسبق. حسن كمال تحدث لزميلنا محمد الخفاجي عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استقالته من الرابطة، لأن الرابطة حسب وصف حسن كمال لم تحقق ما كان مرجوا منها وتطبيق برنامجها الانتخابي، وبالتالي سأترك الحديث إلى حسن كمال عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انسحابه من رابطة اللاعبين الدوليين. يعني قناعة بقدر ما هو انسحاب، هو قناعة لمفهوم هذه الرابطة. ما هي مفهوم هذه الرابطة؟ راح تحتاج تطبيق لها وتطبيق فعلي وتواجد. هذني الجزئيتين ما موجودة، لا التواجد موجود عندنا ولا التطبيق عندنا، ولا عندنا رأي ولا عندنا يعني فالشيء إنه نقدر نقوم بهذا الشيء. يعني أسماء كبيرة لاعبين دوليين سابقين، لكن الفعل والتطبيق ما موجود. لذلك شفت إحنا وجودنا وعدم وجودنا هي لا يعني نفس الشيء مع الرابطة. ارتئيت أن أنسحب، أفضل تاريخي على الأقل أحفظ تاريخي باقين بدون معلقين بالسماء، فأعتقد قلت خلي نسحب نفسنا والخير بالإخوان الموجودين. منعتهم اتهمكم اتهام صريح بأنه جايين لمصالح شخصية، أغلبكم جاي حتى يريد يشتغل. أي مصالح؟ مصالح مين؟ على وين مصالح؟ مصالح أين يعني؟ بأي مكان نشتغل؟ رئيس الرابطة احتاج الأخ كابتن يونس، أعطينا إياه. لو نحتاج لو نريد احنا انا وكريم صدام غانم عرابي كثير من الاسماء موجوده ما يعني ما ردناها احنا اصلا ما ردناها احنا في اي مكان اي عمل هذه. اما اذا قصد على العمل انه اتقرب من الرابطه على مود بالاتحاد فهذا شيء طبيعي وهذا من استحقاقنا احنا انا وغيري. قصد انه انتم منحتوا اصواتكم للكابتن يونس محمود مقابل وعود بانه يجي لكم فرص يعني بالانديه العراقيه. احنا اكبر من هذا الشيء، احنا اكبر من هذا الشيء انه نبيع صوتنا الى شخص ما مقتنعين به احنا.
لكن احنا شفنا الرغبه اللي بيه هو محتاجه، هو اللي طلب، فاحنا اعطينا اصواتنا له. ولا كان اعطينا اصواتنا له اكبر من عده عمره كريم صدام، عندنا غانم عربي كثير انسحب نعيم صدام، فاعتقد احنا قناعتنا به اعطينا، وانما مصلحه بيناتنا لا بعيد علينا احنا كثير. شكرا للاعب الدولي السابق حسن كمال. الحقيقة هاي مو أول استقالة، لأنه سبق نعيم صدام وأيضا كريم صدام ويمكن هسه غانم عريبي، وبالتالي يونس محمود مطالب أن يعني يراجع أسباب الاستقالات اللي تضرب أطنان الرابطة. وين برنامجها الانتخابي؟ وين الأمور كثيرة راح نتحدث بها خلال حلقاتنا المقبلة بإذن الله. أخيرا سادتي المشاهدين، وتستمر تساقط ورقات روادنا الأبطال ونجومنا الرياضيين. هذا اليوم رحلة إلى دار الآخرة النجم الدولي الرائد الرياضي رحومي جاسم، عضو المنتخب الوطني ونادي القوى الجوية إثر مرض عضال، إذ نعت رابطة اللاعبين الدوليين اليوم عائلة اللاعب الدولي السابق رحومي جاسم اللي وافته المنية اليوم في بغداد عن عمر ناهز 80 إثر مرض عضال. رحومي جاسم من النجوم الكبار الذين حققوا للعراق أفضل الإنجازات على المستوى العربي والآسيوي. رحومي جاسم كان من بين فرسان الكرة العراقية الذين نالوا لقب بطولة كأس العرب في بغداد عام 66 وتصفيات الأمم الآسيوية وبطولات العالم العسكرية. رحومي جاسم عانى ما عاناه من تدهور في صحته دون الاهتمام به وبوضعه العام. الحقيقة هذه اللقطات اللي نشاهدها هي لأيام الأخيرة اللي حقيقة كنا نتمنى أن تمتد له يد الخير والاهتمام كونه رائدا كبيرا من رواد الرياضة العراقية. هذه هي الصورة الأخيرة في أيام الأخيرة للراحل رحومي جاسم. الحقيقة نشعر بأسى وبحسرة لما يواجهه النجوم الرواد الرياضيين اللي يعانون ما يعانون. حتى موضوع تسنمهم المنح الرياضية الحقيقة كانت بمنية وبتخبط وحشاهم من الذلة، لكن هي مذلة صارت الـ 400 ألف هاي القشرة، فما أعرف. عموما نعزي عائلة الراحل رحومي جاسم ونسأل الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سادتي المشاهدين، هذا هو الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. نذهب إلى الجزء الثاني واللي راح نخصصها إلى اختيار رئيسا جديدا لدائرة الحكام المركزية، وهو ليس بالجديد عن الحكام ولا على الكرة العراقية، بل هو اسم كبير في عالم التحكيم، رجل رياضي من عائلة رياضية. الحقيقة حقق الكثير للتحكيم العراقي من جراء قيادته لأكثر من 56 مباراة دولية و كم كبير من المباريات المحلية. سادتي المشاهدين، في أول ظهور إعلامي بعد تسنمه رئاسة دائرة الحكام المركزية، نرحب أجمل ترحيب بالأستاذ الدكتور صباح قاسم رئيس دائرة الحكام المركزية، ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز وعلى الهواء مباشرة. دكتور، سعيد جدا بتواجدك معي ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، وأقول لك ألف مبروك تستاهلها. شكرا جزيلا كابتن محمد، مساء الخير عليك وعلى الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدين الكرام. أنا سعيد جدا صراحة في تواجدي لأول مرة بعد تسلمي مهام رئيس لجنة ودائرة التحكيم في العراق، وثم ما تعرف أن هذا الشيء ليس بالسهل، وإنما صعب جدا تسلم هذه اللجنة، وهي من اللجان الخطرة في اتحاد كرة القدم، وتعرف الظروف الوصلت إلى الرياضة العراقية. قبل ما ندخل بالظروف، دكتور نعم. أقول لك مبروك، والله يساعدك، بس أقول لك هيك. نعم دكتور، الله يسلمك. يعني تعرف أنت تعرف بالمحنة اللي راح ندخل بيها. الله يكون بعونك. أنت قدها دكتور.
الله يسلمك دكتور. أمامك أمامك ما أعرف شو أقول، بس معوقات، أمامك تركة ثقيلة، شنو الخطوات اللي راح تبدي بها صباح قاسم نحو الإصلاح؟ لأنه هدفنا هو الإصلاح، وإحنا لابد أن نشكر عبر هذا المنبر الحاج طارق أحمد، الحقيقة الرجل اللي ترك بصمة واللي قدم الكثير الكثير، أتمنى له الموفقية والنجاح، لكن هو هذا حال الحياة، يوم لك ويوم عليك، ولازم إحنا نؤمن بموضوع الديمقراطية. أرجع إلى سؤالي دكتور، ما الذي سيقوم بفعله صباح قاسم كخطوة أولى في دائرة الحكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة يعني في البداية تذكرت واني أيضا أكرر مشكور جدا جهود الحاج طارق أحمد، وهو أب للتحكيم العراقي، وإحنا كلجنة حكام إحنا مكمل العمل الحاج طارق، لكن بالتأكيد هدفنا وبرنامجنا راح في بعض الأحيان راح يصير هناك اختلاف، راح نفتح قلبنا واسع إلى الجميع من حكام دوليين وحكام درجة الأولى وباقي الفئات العمرية وأيضا المقيمين الموجودين على قائمة لجنة الحكام. أول خطوة خطيناها أنه شكلنا لجنة الحكام بعد يعني أيام صعاب جدا، عملوا مشكل رئاسة الوزراء أسهل من تشكيل لجنة الحكام. والله صحيح. مثل ما تعرف عندنا إحنا أكثر من 45 حكم دولي سابق. نعم. الكل تريد تشتغل بلجنة الحكام، الاختيار كان صعب. اتفقت نعم. مع أكثر من جلسة مع الأخوة باتحاد كرة القدم وأخوان الحكام، وأخذت آراء كثيرة يعني من الأخوان، فصار إنه الاتفاق 50% عناصر جديدة تدخل لأول مرة في لجنة الحكام، وأيضا 50% اعتمدت على بعض الأشخاص في لجنة الحكام السابقة، وبالتأكيد هم عندهم خبرة، ولو يعني الخبرة ومعرفة الحكام. أنا أول ما جيت في مسؤول لجان الاختبارات وبدايتي لما كنت رئيس لجنة الحكام، في بعض الأحيان بعض الحكام ما أعرف مستواهم، لأن صار لي سنتين تاركاني لجنة الحكام أنا وحازم حسين، فبالتأكيد أخذ آراء بعض من أعضاء لجنة الحكام. حاليا إحنا ضفنا عناصر جديدة منها دكتور نجاح رحم، لؤي صبحي، آني حازم حسين، أيضا يعني الموجودين أيضا كفؤين إن شاء الله. غايتنا شاء الله هو تقليل الأخطاء إن شاء الله، غايتنا إرجاع الثقة الموجودة المعدومة بين الجماهير الرياضية والأندية طيب. الرياضية على مستوى الحكام. نعم دكتور، أنا حقيقة شخصيا فرحان بتسنمك هذه المهمة، لأنه شيء جميل أن نشاهد رئيس لجنة الحكام رجل حكم دولي تاريخ دكتور أستاذ، ناهيك عن العلاقة الطيبة والرائعة والخلق الكبير اللي تحلى به صباح قاسم، وشهادتي بيك مجروحة لأن أنت صديقي من زمان، لكن أرجع وأقول دكتور أنت الآن أمام مهمة كبيرة يمكن صارت بوجهك، هي قضية الاعتداء السافر على الأخ العزيز الحكم الدكتور واثق مدلل، فوضى في مباراة النجف والنفط واللي تحدثنا عنها في بداية البرنامج، صارت بوجه صباح قاسم، شنو الإجراءات اللي راح تتخذها حتى تحافظ على هيبة الحكم، هيبة الحكم من هيبة الكرة العراقية؟ بالتأكيد دكتور الأستاذ محمد العفو، أنت بدأت كلامك أنه صار هاي هي إساءة للعراق بصورة عامة. أنا البارحة كنت في اجتماع شبه رسمي مع السيد رئيس وبعض أعضاء اتحاد كرة القدم، وكان معي تقرير الحكم، وأيضا اتصلت بالسيد مشرف المباراة ومقيم الحكام، ودزوا على لجنة الانضباط وأعطينا وجهات نظر أنه بالبداية إحنا لازم نكون قراراتنا صارمة جدا ضد المسيئين، إحنا حتى منعمم المسيئين وإنما مجموعة طارئة على من جمهور النجف، النجف إلى تاريخ، إلى لاعبين، رفد المنتخبات الوطنية، إلى مكانة خاصة في قلوبنا، لكن بالتأكيد المسيء لازم يتحاسب. أنا هذا بعد يومين المسيء ضرب حكم
دولي وهو دكتوراه. نعم. بعد يومين يروح يتمشى للزياره الاربعينيه وهو مسيء الى 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 الى, الى, الى الانظار كل العالم. نعم. عتبي الوحيد عتبي استاذ محمد. نعم. انه مع الاسف بعض القنوات الفضائيه ظهرت هذا الشيء قدام العالم. احنا من جانب نريد نرفع الحظر على العراق، نبين الصورة الناصعة لكرة القدم العراقية والتحكيم العراقي. لما طلعنا هذه يعني العالم قام تنتظر، العالم كلها تشوف قنواتنا وكلها يدورون على دورياتنا وكلها تدور في سبيل يعني تريد نسكت دكتور؟ أطلع القنوات الفضائية انه حتى تمشي مو تسكت مو تسكت. شلون سابقا ليش ما يطلعون هذا الشيء؟ يعني اكو بالتأكيد لازم أستاذ محمد تطلعون الشغلات البسيطة، وإحنا الشغلات الكبيرة إحنا نتحملها. حاليا إحنا اتفقت ويا أعضاء الاتحاد أي لاعب في الملعب ويصرح بعد المباراة مباشرة، تعرف اللاعب متشنج صحيح دم ودم يعني مرات متشنج فيعطي كلام يسب إداري يسب جمهور يسب حكم. هاي تنقل واقع للخارج انه هاي مستوى كرة القدم العراقية. زين احنا شلون نريد نرفع الحظر علينا وعندنا هيك مساوئ؟ فاتفقت ويا الأخوة في اتحاد كرة القدم، هناك اشخاص راح يتابعون هذا الشيء، ان التصريح بعد المباراة في ارض الملعب يعاقب عليه اذا كان سائق الى الجمهور او الاداريين او اللاعبين او الحكام. فهاي نتمنى ايضا مساعدتكم انتم حضراتكم. هو دكتور ليس القنوات فضائيه دكتور في كل دوريات العالم بالتاكيد. وانت رجل انت، نعم. انت رجل حكمت مباريات دوليه اكثر من 54 مباراه حكمت. نعم. اكو منطقه اسمها نعم. زون، هذه المنطقه تصير خاصه نعم. للميديا. الا احنا في العراق على الملعب وبعده ومشنج والعرق وده يلهث ومع احنا نريد اللاعب يسترخي، يمكن الفتره المسافه صح من صح من من خروجه من الملعب الى منطقه الزون الخاصه بالميديا يمكن يسترخي وتصير اللقاءات مقتضبه وراح يهدى على قولتك صح وبالتالي وبالتالي بعدين اكو شغله دكتور ايضا اتمنى ان تعقد جلسه مع رؤساء الانديه. اللاعب ترى اكو تصرف جديد، كل قرار يتخذه الحكم يروح يريد ياكله يتعارك يعصب. هاي ما كانت الحاله صحيح. ايضا ثقافه لاعب هاي صحيح. فهذا الموضوع ايضا خاله امام انظارك دكتور. صحيح صح. دكتور تسمعني عيني؟ نعم. هذا الموضوع خليته أمام أنظار حضرتك أنه تناقشه مع الأندية مع اللاعبين، لأن ضروري زراعة الثقافة عند اللاعب. بالتأكيد أستاذ محمد، إحنا بداية كل موسم المفروض يصير بداية الموسم، لكن أنا حاليا لما أجيت كانت الأمور مرتبكة بعض الشيء، ما نعرف منو باللجنة، ما نعرف شلون نتعامل، أكو هناك عدم ثقة بين الجماهير الرياضية بين الأندية الرياضية من المواسم السابقة. فلما أجيت أنا بالواجهة يرادة هواي أمور، من ضمن الأمور اللي فكرت بها أنه أرسل أعضاء لجنة الحكام والحكام الدوليين للأندية يوجهوهم يعني شلون التصرف مع الحكم، شلون حسن التصرف، شلون يتعامل مع الجمهور الرياضي، القوانين الجديده، التعليمات الجديده، تعليمات الاتحاد، شنو المساوئ، شنو الايجابيات. فهاي الامور يعني حاليا احنا راح يصير عندنا توقف ان شاء الله بالعشر ايام، راح يصير عندنا الزياره، نص اللاعبين احتمال يروحون للزياره. زين. فاحنا اثناء الدوري راح ندز بعض الاخوان اعضاء لجنه الحكام راح يتواصلون بالمحافظات، ما عندنا مشكله، هناك حكام دوليين بالمحافظات. في بغداد راح اوزع لجنه الحكام، راح يكون هناك محاضرات نوعيه تربويه، لكن هذا غير ما يكفي استاذ محمد. اذا ماكو هناك اداره تتقبل هذا الشيء، مدرب لازم يسيطر على اللاعبين مالته، المدربين صحيح. في بعض الاحيان هسه حاليا شفت بعض الانديه اللاعب اللي ياخذ كارت اصفر بدون اي سبب يتعاقب يقطع من راتبه، فهذا شيء جيد راح يساعدونا احنا. اني اطلب الاخوان بالانديه والجماهير الرياضيه ينسون الماضي، ينسون اخطاء الماضي، مثل ما تعرف الجمهور يبقى عالق بها الاخطاء يعني لمده 20 سنه ما يتذكرون بعض الجماهير اخطاء. انت لغيت جول للجويه بال 98 لهسه الناس مو صحيح مال احمد خضير اي صار 20 سنه يتذكرون.
فأنا أتمنى أنه ينسون الماضي ونفتح نفتح صفحة جديدة مع الجميع. وقلبنا مفتوح للجميع. طيب. ما عندنا مشكلة دكتور. ويا النادي وما عندنا مشكلة ويا أي مدرب، ونتمنى ننجح، احنا نريد ننجح. واحنا وياكم ثق، احنا كاعلام، انا شخصيا اتحدث ويمكن بقيه زملائي اكيد متضامنين انه احنا نريد ننجح عمليه الحكم وقياده المباراه. عندي سؤال دكتور، كنا نعرف في الزمن السابق يعني اكيد اكو اختلافات، كان اكو مبدا الثواب والعقاب، الحكم اللي يسيء او اللي يخطا حشا من الاساءه، الحكم يخطا في قياده مباراه بلجنه الحكام كانت تصدر قرارات بايقافه بعقوبته، هذا الموضوع راح تعمل عليه لو يبقى الوضع مثل ما كان الحاج طارق كان ما يشهر بالإعلام أو ينشر بالإعلام قرارات ضد الحكام اللي يرتكبون أخطاء؟ أستاذ محمد، من الدور الأول يعني حتى معلومة، يجوز بعض الأخوان الصحفيين والقنوات الفضائية يعرفون بهذا الشيء، أنا بديت من الدور الأول للدور الرابع عاقبت أكثر من 12 حكم. نعم. عقوبات مختلفة، وبالتأكيد حاليا احنا عندنا جروب خاص ويا أعضاء لجان الحكام والفرعية وايضا المقيمين، عندنا جروب خاص، هذا الجروب نتفق على منو افضل حكم في هذا الاسبوع اقل اخطاء وقاد مباراه حسب مستوى المباراه ومستواه الفني، وراح هذا بالتاكيد راح يصير دافع لباقي الحكام انه هذا الحكم لازم احنا لما نحكم جيد لازم احنا نكرمه، والحكم العفو اللي يخطئ بالمباراه بالتاكيد لازم هناك اكو لجنه موجوده بلجنه الحكام راح تتابع تنشر بالاعلام تقرير المقيم الحكام تنشر بالاعلام هناك العقوبات اللي تصدر ان شاء الله اذا 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 بالمقابل لازم هناك لجنة في الاتحاد العراقي ينشرون عقوبات المدربين واللاعبين حالهم حال الحكام. أنت مثل ما تعرف الحالة النفسية للحكم أستاذ محمد. نعم. لما نطلع له عقوبة في مباراة ثانية وصارت عندنا في زمننا، لما أنت تعاقب حكم لما تجي في مباراة ثانية راح الجمهور يقول لك ها أنت مو تعاقب أنت مو سيء، هاي تأثر على حالته النفسية. لكن بالتأكيد حضرتك والإعلام الرياضي وكل الجماهير الرياضية راح يعرفون لما أنا شلت فلان من السحبة من الدوري راح يعرفون إنه هذا الحكم معاقب. طيب. بالتأكيد. أخيرا دكتور، طموحنا كنا أنه نلقي حكم عراقي في كأس العالم، قد يبدو أو تبدو الأمنية صعبة للغاية، لكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وإحنا متوسمين بك خير دكتور صباح أنه في عهدك أو في عهد من سيكمل مسيرتك ومسيرة الحاج طارق أن نرى حكما عراقيا متواجد بكأس العالم، فهذا الموضوع خال في بالك رغم أنه الله يعينك التركة ثقيلة الدوري الراد لقلوب، ولكن هذا واحد من الطموحات دكتور. نعم نعم، أنا لمن صرت بلجنة الحكام السادة محمد من 2008 طموحنا دائما مع الحجي أن نوصل أحد حكامنا إلى نهايات كأس العالم، وهذا طموح انه يرفع اسم العراق. ليش اكو دول صغيره جدا في يعني مساحتها مصير بقد بغداد عندهم حكام حكموا بكاس العالم؟ فانت اذا تلاحظ هسه حاليا بالدوري راسا نزلنا بثقه عاليه انه نزلنا اربع حكام شباب صغار وما معروفين ونجحوا، والدليل باع مباراه نفط الوسط والكرخ، حكم فايد كان من الحكام الممتازين جدا. نعم. أعطينا دافع وهذا مستواه راقي جدا. عندنا إياس زاحم أيضا، عندنا محمد سلمان حاليا وصلنا للدولية، عندنا أحمد كاظم، وعندنا حوالي بعد أربعة خمسة. نعم. بالإضافة إلى الحكام الدوليين هم أساس العملية التحكيمية، فإن شاء الله المستقبل خير إنه بإذن الله. إن شاء الله ايضا حكامنا دي يحكمون هسه حاليا على مستوى آسيا. نعم. ايضا مستواهم جيد وسمعتهم زينه، فان شاء الله نوصل حكام شباب ان شاء الله باذن الله. دكتور بدقيقه واحده، وانا سعيد. نعم. جدا باول ظهور لحضرتك معي واتمنى ما يكون الاخير، واتمنى لك الموفقيه والنجاح. يسعدني ان اسمع كلمه من السيد رئيس لجنه الحكام المركزيه في اتحاد الكره الى جميع زملاء الحكام، تفضل دكتور. نعم والله أستاذ محمد، أنا أيضا سعيد جدا لأن صار لنا هواي ملتقين وأنت صديق عزيز. الله يحفظك. وقضينا أيام حلوة، والله يوفقك ويوفق عائلتك. الله يسلمك. بالتأكيد أنا أجيت إلى لجنة الحكام
وبالجروب حكيت انه قلبي مفتوح قلب ابيض الى الجميع، لان كانت هناك مشاكل مع بعض المقيمين والحكام، اجينا احنا بقلب واسع مفتوح للجميع. ان شاء الله احنا نريد نخدم هذه الشريحه الكبيره ان شاء الله وهي الحكام. بوادرنا ان شاء الله بدت بالخير، الاتحاد راضي، احنا راضين على حكامنا، ان شاء الله الله يوفقنا. الله يوفقكم ان شاء الله. اتمنى ايضا ان الانديه ترجع الثقة مثل ما يعرفون بإذن الله بوجودك، تعرف شنو مستوى صباح قاسم بوجودك وباقي الأخوان في لجنة الحكام، إن شاء الله راح نكون إحنا سند للحكام. الله يحفظك وننجح كرة القدم العراقية. شكرا لك دكتور، فخر للعراق، اسم العراق كبير. شكرا لك دكتور، شكرا لتواجدك معي، وألف مبروك المهمة الجديدة، وأكيد إحنا داعمين إلى تواجد حكم بمستوى صباح قاسم الدكتور والأستاذ والتربوي أن يكون رئيسا لدائرة الحكام. سادة المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نارت رضاكم. أكيد ملتقانا دائما عبر الشرقية نيوز. يوم غد عندنا حلقة جديدة. أنقل لكم تحية جميع زملائي العاملين معي في استوديو البث في الكنترول، وزملائي أيضا مراسلي البرنامج ومن خلفهم مخرج البرنامج المبدع علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. طبتم في أمان الله. إلى يوم غد أقول لكم في أمان الله.